لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دقائق معدودة نريد أن نذكر أنفسنا بالأمور التي نستقبل بها رمضان نذكر أنفسنا بأمور نستقبل بها رمضان إخواني في الله من أعظم الأمور التي يستقبل بها الإنسان رمضان أن يحاول أنه يصلح هذا القلب وصلاح القلب يكون بالقرآن ويكون أحبابي في الله بمخافة الله عز وجل وصلاح القلب أيضا يكون بالاستعداد ليوم الرحيل الاستعداد للمسكن الحقيقي وهو القبر يا إخواني الله عز وجل يقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الإنسان لمن يضعف إيمانه باليوم الآخر يذهب إلى عدة أمور قد ذكرها الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إخواني في الله الإنسان إذا ضعف عنده الإيمان باليوم الآخر تجد إخواني لا يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم يسلك عدة طرق وعلى كل طريق أو سبيل شيطان يدعو إليه نسأل الله العافية والسلام فمن أجل ذلك إخواني نريد أن نتمسك بكتاب الله عز وجل لمن أراد الاستقامة الله عز وجل يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك يقول لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق الله عز وجل يوصيه بأن يتمسك بهذا القرآن الله عز وجل يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يا إخواني هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهذا مثال الله عز وجل ضربه من أجل أن نتفكر قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إخواني في الله الله عز وجل قد أنزل آية في سورة الأنبياء يقول فيها الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ثم ختم الآية فقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما معنى فيه ذكركم فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة أفلا تعقلون أفلا تعقلون قال بعدها سبحانه وتعالى لمن أعرض عن هذا القرآن وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون يا إخواني الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إخوان الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا مبينا. نقبل على هذا القرآن، والله إذا أقبلت على القرآن تجد النور، تجد النور في دنياك، تجد النور في قبرك، تجد النور يوم القيامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.